عندما نصل الى مكه بنذهب مكه بريكه، افضل شيء واحسن شيء انك تبدا بالعمره. بست باكيد زامو تدون اس ديريكت تبخين عند العمره، لا اشكال ان تذهب الى الفندق، تضع الحقائب، ترتاح، تغتسل، تنام، لا اشكال في هذا. لكن الاولى والافضل انك مجرد ما تصل مكه تبدا بالعمره. اتسمد ارخا شيء اسمر هوتيل خاتش تقول لي نيرلخ تو ترست كوم تف مسكين راين خطو ودانو دارنا باس العمره خاطر ما خوك مرد بس اسنت مان ديريكت نرد العمره ريتويل خاطر نعم. اذا دخلت الان الى المسجد الحرام تقطع التلبيه. بنيري المسجد الحرام بين التريت واستطلي مد التلبيه. نعم. الان عند دخول المسجد، هذا المسجد الحرام مثل بقيه المساجد في الدخول. نعم نعم دايز المسكي خلط بالطريف السميك بيد الفوضى خلط تسلف دس عمر المسكي. يعني بعض الناس يظن انه لابد اذا دخل المسجد الحرام لا يمكن ان يدخل المسجد الحرام الا ويطوف حتى يستطيع يجلس. لا، يستطيع يدخل يجلس بعد ان يصلي ركعتين مثل بقيه المساجد. تحية البيت الحرام الطواف لا يصح حديثا. الحديث إذا الشيخ عنها تس ضد الخروج من المسجد الحرام يستدش إيرست الطواف الشيخ. نعم. طواف ريخت لسن أف لسن إس خين كوركت أوفر ليفرين دي بستات نيت. لا تدخل. يوف يكرخون بين خان الزيت وفي برسي. نعم. عندما يدخل. الطواف خلاك خبرت. يدخل إلى المسجد وجد الناس في الصلاة مثلا. أو أراد أن يصلي ويجلس، وجد زحام يستريح قليلا، لا إشكال. نعم. بيرسون دود أسيد الفوبل دريكتر في إيرستي في زيت إمباس فان خلاك خمبيدا، هافت كوزا وفي بيرسون خلاك خمبيدا، كانوا بقوا خزيتا. نعم، الآن هذا الطواف عندكم، هذا الطواف الآن هو ركن من أركان العمرة. نعم. ليس الطواف أريد أن أستراكس عن خط بخينا، لديس البيلار فان ذا بيلار فان العمرة. الآن هنا يكشف الكتف الأيمن. ذا مان دي فلوتس هاند ريختر هنا فقط في الطواف هذا فقط. علي خذير عند ديزا طواف. يضع طرف الردائين على كتف الأيسر. أخوته تخذيلت فتنورمان أوفر زي ريخت خاوضر هين خط. أخوته أندر لانكس أوفر زي لينكر. نعم. خاوضر. الأشواط الثلاثة الأولى يسرع فيها أعلى من المشي ودون الجري والهرولة. نعم. نعم 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 يصح هكذا يضع من أسفل. نعم. بعد هذا. نعم يسرع في الثلاث الاشواط الاولى اعلى من المشي. ايس دري روما هوتيت من اللو باس شنو اللو باس بربايد فوت ستوب ديختو بالكار زيت. نعم لانغ لو فن اين استطاع. نعم المهم يجعل البيت عن يساره، يبدا الطواف من الحجر الاسود. الطواف بخيت فنف بالحجر الاسود بتيكن ذاك يوك ذا الكعبه يو لينكر هاند هاوس بيتاير اختر هاوس بيتاير كاونتر هاوس. نعم يطوف يبدا بحجر اسود، حجر اسود عن يساري ويطوف. نعم بخيل بدل الطواف رفض الحجر الاسود. لا عندنا يخطئ كثير من الناس، من يعني يكون معه نساء، يعني جميع الناس معهم نساء، ممكن تضع الزوجه امامك لا اشكال في هذا، اما انك تستقبل الكعبه او تستدبرها لا، لا يمكن هذا. نعم اشمت يفرو لابد الكعبه تكون عن يسارك. شمت اشمت فراو بنت دي يو فراو بفضل دان كان يعرف بفضل فور يو هاو كذا زو افخر من بفضل مان اوف دان اوف دان اوف ما كان يتسو زين دي جاي ريخت ان الكعبة لوبت ان سو مد هار مي لوبت وف مكي رخ نار الكعبة ان سو مد هار مي لوبت مش يسخر مد هار اف اف سلوب فور يو اف سلوب اختر يعني من الحجر الاسود الى حجر الاسود شوط فنفض الحجر الاسود نوطي كذي بعد الحجر الاسود كوم اس اين رونت لوب. نعم الآن عند الحجر الأسود إذا استطعت أن تقبل الحمد لله، وفي الغالب لا تستطع زحام. نعم. عشان استطعت أنتم بالحجر الأسود تكسر، لأنه ما يستخفل بيدا طوطوليك استطعت أن يخلق دركتها، دم كسر ما نمس كسر ميت. نعم عند الحجر الأسود تشير تقول بسم الله الله أكبر. إن خوفا اللي كنت سنيت كان كسر خروف يام بسم الله الله أكبر. وتبدأ في الطواف. رز يس الطواف يس الروندا الركن الثاني المقابل للحجر الأسود هذا الركن اليماني، هذا لا يوجد تكبير عند هذا الحج عند الركن هذا. يا الركن فورد الحجر الاسود شي ميك سايكم الكعبه يا لينكر هانت يستات ناس بالحجر الاسود ذا از ذا هوك فروم ذا الكعبه دي اختر يو زيت از ذا الركن اليماني يكشينيت يراك علينا انا صدقا
انا شميت كان اراك دان وفي دلوقتي تنارت فايزة. نعم يعني هنا هذا الحجر اسود، هنا الركن اليماني، هذا لا تقبيل فقط يمس بيده ولا اشارة، استطاع يمس بيمسح عليه بيده هكذا يصح، والا لا شيء. بس دي هوك بعد الشيخ الحجر الاسود هوك اند ايز كم از الركن اليماني، الركن اليماني راكي ام قايميت ان راكا يوف نيت تكسا يوف تم اوك نيت نارت شفتات تزوايا. نعم، بين الركن اليماني والحجر الاسود يستحب له ان يقول تسد الركن اليماني عند الحجر الاسود تسدي is it unfold om een bepaalde smeek mee uit te spreken. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقط هذا لا يزيد. Dit is het enige wat men als smeekbeden toepast tussen deze rokken en jemen en de hajar aswad. En niet andere smeekbeden toevoegen. بعض الناس يزيد وهذا بدعة. زيادة في نوع. يقول وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. نعم. Een toevoeging aan deze smeekbede die er niet bij hoort. Dat is waar de Sheikh op doelt, dat dat niet van de Sunna is. Dus je beperkt je tot deze woorden. هذه الكتب الآن اللي فيها دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط السابع، دعاء الملتزم، دعاء الصفا، دعاء المروة، دعاء كذا. هذه لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. Boekjes die je voor jou verzamelen, smeekbedes verzamelen. Voor elke ronde specifieke smeekbede. Of voor het het hangen aan de Kaaba en Multazam of voor alle andere handelingen specifieke smeekbeden voor bevelen, dit zijn meestal of dit zijn zoals zeg allemaal gefabriceerde overleveringen. كذلك هذا رئيس الحملة لا يمكن أن هو يقول لمن في الحملة أنا أدعو وأنت تدعو ورائي. لا ما لم يصنع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتسأل ده من رئيس ليدر إن smeekbeden roep en jullie allemaal achter hem amin zeggen. Dit is niet overgeleverd door de profeet sallam. Ander woord, iedereen is voor zijn eigen. Tad'u bima warad, hada afdal shay. Je houdt je aan de smeekbedes die overgeleverd zijn, dat is het beste. Hada yaqul ana ma ahfaz ad'i. Iemand zegt bijvoorbeeld, ja maar ik ken die hadith niet uit mijn hoofd. Of die smeekbedes. Taqul ihdina as-sirat al-mustaqim, tahfaz hada ad-du'a. Bijvoorbeeld, ihdina as-sirat al-mustaqim, iedereen kent. اللهم انك عفو تحب العفو اعف عني، اللهم ادخلني الجنه ابعد عن النار. يمكن شيخ بسميك بين الشيخ انا اوقف او الله تريت ماي بارادايس بارادايس بينا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سبريك زيغنينا ايت اوفر ذا بروفيت صلى الله عليه وسلم. تستغفر استغفر الله. يا شيخ تستغفر الله. حتى تقرا قران. يا ريس تيرت القران. الى ان تنتهي الى الشوط، اذا انتهيت الشوط ينتهي عند الحجر الاسود. الان ما في هنا اشاره. نعم الشوط الاخير عندما ينتهي نعم بس dit doe je dus allemaal gedurende de rondloop om de Kaaba en dan komen we bij de laatste ronde dat we bij de Hajar al-Aswad aankomen de laatste ronde خلاص الان هنا انتهى يغطي الكتف الايمن كان بدك كبير يو رختر شاودر بدك كبير يعني معناته ان سبعة اشواط تكشف تكشف نعم dus betekent dat 7 ronden is jouw rechterschouder ontbloot voor de man hè نعم الآن يصلي ركعتين سنة الطواف. Vervolgens wendt men zich tot een plaats in de Haram om twee rak'at te bidden. أين يصليها؟ Waar bidt hij deze? في طريق الناس. In de weg van de mensen, waar mensen lopen. يؤذي الناس. Hij kan niet, want hij is mensen tot last. لا، لا يمكن أن تصلي وتؤذي الناس في طريق الناس والنساء يمر بين يدي هذا الرجل ويقطع صلاته. Ja, je kunt niet mensen belemmeren. Door te gaan bidden waar zij de rondloop maken. Vervolgens verbreken zij jouw gebed, omdat zij voor je lopen. Zij een andere plek. تخرج عن أماكن طواف الناس وتصلي ركعتين. Ja, je zorgt dat je ver verwijderd bent van waar de mensen rondlopen om de Kaaba en bid daarvoor twee rak'a's. الركعه الاولى بعد الفاتحه تقرا قل يا الكافرون. Eerste rak'a is de Fatiha, surat al-Fatiha reciteren. أن قل يا قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص قل هو الله أحد إن تبيض الركعة سورة الفاتحة أن قل هو الله أحد ثم بعد هذا تنطلق إلى السعي والله أعلم فوخس بيكي نار الخبرخت بعد الصفا المروة الروندلوب في الصفا المروة خلوب دين تورده